مش هيحصل معاها زي ما حصل مع ميلا. والله مش طبيعي، كل العالم حابه تتصور معي. لك مين انا؟ المدرجات من فوق، تدخل شمال وتطلع هضبه كده لفوق. يا جماعه احنا تو موجودين في الستاد والماتش مش يبدا من بعد 3 سوايع من توا، من الاحتفال مش يبدا من بعد ساعتين الساعه 8 والماتش الساعه 9 بتوقيت القاهره. مانيش عارفه اذا كنت تسمعوا فيها بالبي ولا لا، على خاطر بر توقع النهارده الماتش كام هيخلص كام؟ انا بقول 1-0. 1-0 جزائر. 4-0 للجزائر. 4-0. لا لا والله انا اتوقع ضربات جزاء وتفوز الجزائر. انا اتوقع هتكون 2-0 ان شاء الله. احرص بغداد. كل العالم هون، اغلبية الناس الموجودة جزائريين، وفي مغاربة، لاحظت ليبيين كمان جايين يشجعوا في الجزائر، في مصريين جايين يشجعوا، بس تقريبا انا التونسية الوحيدة، ما فماش توانسة، نخسر هكاك ما فماش حد توانسة، نلقى واحد لابس تيشيرت نتاع الترجي، مش في بالي تونسي، قلت يا خالي نمشي نحكي معاه تونسي على الأقل معايا، يا أخي طلع ليبي، شوفوني نحكي كوكتيل هاشيت شوية تونسي على شوية. سوري كما عودتكم في الفيديوهات، على خاطر نحب الناس الكل تفهم الفيديو. Thank you.
ترفع القبعة على هذا الشغل. والله جميل شغل صراحة، أهنيهم والله، يعني يعطيهم ألف عافية على التنظيمات صراحة. ما خلصت هلا الاحتفالات، وبعد تقريبا ساعة رح يبلش الماتش. شايفين ما نشناش ما نحكي لا بالتونسي لا بالسوري، عاملة كوكتيل لهجات على خاطر اني تأثرت انه انا ليا برشا ليا برشا وقت وانا نحكي فقط باللهجة السورية. المهم كما قلت لكم الاحتفالات يعني تمت، ومن ساعة الماتش يبدأ، ويا الأجواء عالمية بالرسمي، الأجواء تهبل مش نورمال. هكا نقلت لكم شوية من انستغرام وشوية منها في الفلوج باش نخليكم معايا. قلبي كان حيوقع.
يا جماعة كملنا توا الماتش متاع الجزائر وتوا أنا مروحة لازم نمشي توا نحضر الفاليز متاعي باش نخلط على الطيارة. طيارتي يكون لازم يكون في المطار من بعد يكون 3 سوايع وأنا توا ما حضرت حتى فاليزة من فاليزاتي. بون مش عارفة خايفة ومش خايفة على الأخر إنه نتخسر. انا توا كي غير وصلت للدار دار صاحبتي وباش نحضر توا الفاليز نتاعي راسي باش يتكسر. شو شعري كيفاش هيج من الميديتير وطلو مش عاديه في الستاد. نعتذر من صحابي اللي تبعوا فيا من دول عربيه اخرى وعودتهم بلهجه معينه وفجاه وليت نحكي بالتونسي. راهو يعني فقط الفيديو هذا خاطر يخص الجزائر، ما نجمش انه في فيديو مثلا يخص الجزائر ونبدا نحكي مع الجزائريين بلهجه اخرى. نورمالمون انه نحكي بلهجتي، هذاك علاش. تخافوش الفيديوهات راهي باش تبقى عاديه، فقط الفيديو هذا حاجه يعني خاصه وكذا. تعرفوا نقول لكم حاجه، كنت خايفه على الاخر وقلت مشيش الجزائر معناها تخسر، وانا باش نقول للعبيد العبيد كلها باش تقول لي على خاطر كنتي مشيتي حضرتي الماتش يا عتبه انت النحس على الجزائر. فالحمد لله يا ربي انه ربحت. دونك انا بشرة خير وجه خير على الجزائر. اي لي زالجيريان اللي تبعوا فيا كل واحد فيكم يبعث لي كادو، فكروني بحويجه. فلك عليكم كون حاسين حكيت برشا تو نزيد نمشي نحضر الفاليز نتاعي. الاربعه نتاع الصباح لازمني نكون في المطار. وحق اللي مازال تو ما عملش سبسكرايب وما عملش لايك للفيديو وما تبعنيش على الانستغرام، شنو تستنى في حياتك؟ اشتركوا بالقناه واضغطوا على زر السبسكرايب الاحمر، فعلوا الجرس، وزيدا نخلي لكم الانستغرام تاعي تحت في الديسكريبشن بوكس. باش تكون قلت لي وهذا علم تركيا، دونك راه ماهوش علم تركيا، هو فقط هو هكا حاجه قريبه على تونس، معناها جوست رمز سيمبول. وبالنسبه لهذا قلت لي علم ايطاليا، كنا في استاد كنت عامله كيفي جوست على خاطر لاجيري معناها عندهم اللون الاخضر والابيض والاحمر، معناها مش علم ايطاليا، مش مقصود بها انه انا نرمز لايطاليا بالعكس. Oh baby I love your